دلوقتي بابا ابي 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 ايه احسنت الحمد لله اتفضلي. كان عندنا بيت بعناية 60,000 اللهم بارك. وبابا ادى ابي ادى الفلوس دي لام فهي صرفت 30,000 في مصاريف البيت، وال 30,000 التانية كملت وجابت بيت تاني جديد والبيت بقى مكتوب باسمها. ايه وبعدين؟ ابي كان متجوز واحدة قبل كده. البيت الجديد بكام؟ البيت الجديد هي كملت فلوسه كان كام يعني يا اختي؟ 145 في وقتها. يعني امك دفعت من معها 115,000 فوق ال 30. هي كملت ده بقى باقساط وحاجات كده. من فلوسها ولا من فلوس ابوكي؟ من فلوس شغلها. ايوه. وبعد كده ابوكي كان موجود عايش على قيد الحياه؟ كان عايش. وهي كتبت بيساعدها، كان بيشتغل معاها في البيت ان هو مصنعيه وحاجات كده. وكان موافقها؟ هل وافقها على كتابه البيت باسمها؟ وافق. طيب والسؤال الان؟ عايزه اعرف حق اخواتي من ابويا ايه؟ ما لهمش حق من ابوكي، خلاص. هما كان الموضوع 60,000، صرفت 30 في البيت وال30 الاخر وصلتهم ل 145 من مالها الخاص، وابوك مقر وساكن في بيتها بفلوسها. بس هو ما عليهوش ذنب؟ ما كان قبل ان يتزوج ولا بعد ما تزوج ولا ايه؟ يعني ابوك لما عمل هذا وقت ان فعل هذا الفعل كان عنده زوجه اخرى ام لا؟ لا، كان هو مطلق الاولانيه دي من قبل ما يتجوز امي. ايوه، لكن كان له منها اولاد. وكان له منها اولاد. انا بقصد بقى هو على ليه ذنب عشان اخواتي دول احنا نرجع لهم حاجه من الفلوس دي تبقى زين في رقبتنا، ولا هو معلش ذنب؟ مات الشايب وام وزال موجود؟ نعم مات ام وزال موجود الشايب موجود. طيب يعطي الاولاد اي شيء يراضيهم. لكن هم يعني حتى لو ابي توفى او حاجه مش هيبقى ليهم ميراث من البيت دوت او حاجه في رقبتنا. انا مش عايزاه يعاقب. بس لا، ما فيش عقاب، هو كلها 30,000 يا اختي، 30,000، وامك ساعدت ب 115,000، صح كده ولا انا غلطان؟ ايوه، هي دفعت الباقي. ما هو الباقي انت تقولي 100. هي عملتها جمعيات وبقت بتسدد عشان تكمل. بتسدد من فلوسها الشخصيه. من فلوسها الشخصيه. نعم الله يسلمك. طب بسؤال الاخر، يعني لو انت كريمه اوصلي اخواتك من الاب، تعالي كده من جيبك خذ يا فلان، يعني مش هتخسري، وصل رحم طيب. ايوه انا فاهمه، بس انا اقصد الواجب علينا ايه؟ ما خلاص، ما فيش واجب عليك حاجه. الرجل معه زوجته يحبها وتحبه، اعطاها جزءا وكملت على هذا الجزء 3 أضعاف الجزء، واشترت بيتا هو واولاده. هي مش واجب عليها انها تسكنكم، ولا واجب عليها انها تشتغل. مع السلامه.